في الرداد وتوم قبول من ليس ولا ينام ولا يغفل حكمة وعقول ورفع قبري ولا منعني من صولة قاتل جحدي
فيناك اهل تجيك انت فينال والحبيب النعام نحبه يا اهل الله وين اهل الفرع الاصلي من ولاد محمد وعلي كل منهم صالح ولي كل من يشملنا فضلول يا اهل الله وين هو بن بوزيان الفضيل عبد الرحمن اهل قرارة واهل الديوان واهل كل قبيلة ونسلول يا اهل الله وين ناس وطن تغادى اهل سوسو كل انفزا اهل الرياف مع كذا وانقادوا وشدا واهلوه يا اهل الله وينهم ناس المسان كلهم شيوخ وشبان منهم بعض اهل البيان داخل الحصن ومن خرجوه يا اهل الله وين اهل البطمة والباب والجدار وعبد الوهاب المنور يعقوب الشاب من حكم في الجن وحكمه وين اهل البطمة والباب الجدار وعبد الوهاب والمنور يعقوب الشاب من حكم في الجن وخدمه يا اهل الله قبرور يا اهل الله وين هو مهل قدير الرباط الفعال الخير الامام العادل الوزير سطوة المستحسن عدلو يا اهل الله وين هو ابن يحيى والرفاع الولي بالرحمة شيع من نسبته لله الورع اصحاب الحق ومن تدعو يا اهل الله وين بن يحيى والرصان الولي بالرحمة شيع من نسبة اهل الورع اصحاب الحق ومن تدعو يا اهل الله وين هم اهل التصوف والاغاثة والمعروف يوسف الاحسن بالمطلوب سيدي موسى ومن ربه يا اهل الله ايدو وقول العنقوط القوه يا اهل الله وين سيدي الحلوين متهوم من تكلم لرباب القوم شهر بعد الطيع الحل يقوم جو بالبواب وسمعوه يا اهل الله قال للبواب اعزم قوم اغلق الباب وسير تنوم ما بقى للحلوين مظلوم في الخلا ذبحوه وصلبوه يا اهل الله وين هم سيادي الصبح بن عمر وعلي الفلاح وين شعيب وابن الوضاح الشريف محمد وابنه يا اهل الله
الحسن الشريف التاقي المحسين صاحب العدل المستحسن من طبع الشعار وقدموه يا الله والمصمود كل من جاهم ما بخلوا يا لنوا وين ولي يا الله من هان كلها في بلاد الإنسان باعوها بفستان بالعجم وطنها خرقوا يا لله وين سعيد البوذي الشريف الخادي بيدين مدحو سيدي بن سيدي ونزيد جميع اللي خدموه يا لله وين هو سيدي مرزوق حفيدو جدو من فوق والخطيب المعلوم بالشوق صاحب النسخة لهلوه يا لله جاتهم من زمزم في الطير تحت الأرض وخرجت من البير ما بتلت وبشرب الخير قل لهم شاهدها بالدروح يا لله عيدوا الملوك قبل ما تشعل المتعين حرم الجميع المنفيين من هرب المقام وعتقوا يا لله وينهم رجال العباد بعيري ورجال الميعاد وعلى موسيدي حماد والحكيم علي وبن خوه يا لله من ابراهيم النعر تميمي وابن العطار وين بوئي فقه الطيار من حفظ الوقاد وحفظوه يا اهل الله وين اهل القلعة وجنيف الجناح الخضر والصفصيف اهل بيت الحوت العكيف صار داعيهم ما سمعوه يا اهل الله
وين اهل القلعه وحنيف الجناح للخضر والصف الخريف وين اهل الحود العفيف صار داعيهم ما سمعوه يا لله وين عبد الله بن منصور صاحب البرهان المذكور المسلك كم الميسور من يد العدا بعد انقبروه يا لله وين ذا عمان يقصد بن علي بن سيدي محمد من دخل الحماه والسند يتحرر والله يضمنه يا لله غيث الملهو قبل ما تشعل نار الجوع كيف ينع من
من هزموا جيش الروم سيوف الدين وصانوا وينهوا سيدي عابد وسيدي عيسى بن داود اهل ماتونا والناشد الخضره وانفاتوا وسبقوا وين بالعودة والاخوان احمد وعمار وسفيان وين سعيد وين سليمان والكفيف الكاتم سلو وين سيدي المعروف دريد اهل مجانع واهل غريب اهل من داس والوشريد والشرف وجميع من عدو وين سيدي احمد بن يوسف اهل السكسار وبن يخلف من قضابيد وغلب وعاف واعتق جميع اللي ظلموه وين اهل القلعة والرجال المنية وجبل عمال اهل جندل وبن علال والشريف الوافي عهده وين احمد مولى طاقة صاحب الحكمة والبركة من خل مقام وشكا ما يرى بإذن الله مكروه عمر السوق علينا منهم وفر الغاشي فيهم نساشي حاجة من ذنب ما لها وأهل الله ضمنوه وين أهل وطن مسيجا يوم أنا راني نرجع من المبارك يقضي الحاجة كل من مشاوه صدور وين طالب وحلوان البليدة وأهل مسيجان في الجزائر أهل الديوان ما لهم حالي الموحد لله بالروح وين الباجي والزروح
حمد البداوي في الشوخ ونال السقوى والدوخ من بناوي الكاس وشربوه وينبلوا عرفه وصحاب التأليف شايب وشباب من عمل شي منهم كتاب انتفع بيه ولا الجروح وين الناس اي وحليل اهل ميسرى وقرى النيل وين من قام وقام الليل قلب الله وفاطلتها Thank you.
رايك وعليا يوم لا بالله من يتصل بالأولياء والرسول مع الأنبياء حاجته يبشر مقضية إذا عملنا بالحق يرضى من يتصل بيوم من الفرح وهنا وغنم جوصال ينتقل من حال إلى حال لله الحمد على وفقه من يتصل بيوم تحقيق يطلب من الله التوفيق يزيلكم الشدة والضيق يزيل عليه الله يستره سؤال وقع يا عارف يرجب قبل ان يتناطق 150 بعد الالف يوم ياتي وفي نغمه من جعلها ورضاك كبير ورد الله يستجب ليه كل من يتمنى يعطيه من نعيم غير صدره مشعري وفي بركه نام زايد راغب مولاه يا الله ارحم من ربك